دايما بتجيبك في القصص اللي بتستفزك. ها، مش بتستفزني، هي بتخبط في قيمي وبتخبط في الانسانيه، وبتحسسني انه يعني ليه انا بكون منفعله. ده سؤال على فكره حلو قوي نبتدي جدا بيه الحلقه، ودي حاجه انا عارفاكي منفعله. انا هغشش الناس كلها، امتى الانسان بيتعصب؟ لما تخبط في قيمه او تحسسه بالعجز ويفقد المنطق في إدارة الموقف ذاته. الموقف أصلا بيكون بلا منطق، فساعتها الناس بتتعصب طبعا بنسب متفاوتة. يعني أنا مش بعتبر نفسي بتعصب، أنا بعتبر نفسي بحتد. إنه في ناس فعلا بتخرج عن شعورها، تلاقيها أنت بتظلمني ليه، أو أنت بتعجزني بالزبط. ليه، أو أنت بتتبلى عليا ليه. دوستي على حتة طبعًا. عنده خبطتي في قيمه، إنه لا للظلم، لا للمكايد، لا whatever بقى الموضوع ايه. أوكي. هو الانسان بيتعصب لما بنخبط في قيمه طبعا. لما بنحطه في موقف يكون عاجز عن ادارته بمنطق او مجبر بانه يدافع عن نفسه، فدي يعني حته كده لطيفه في الاول.